أول شيء أحب أشكر أخواننا في دولة قطر على استضافتنا في هذا المؤتمر إلهام، والذي يتطرق إلى أهم النقاط والتحديات التي تواجه العالم، خاصة في التجارة العالمية. نحن في مؤسسة البترول الكويتية لنا دور كبير في إنتاج الطاقة التي تكون العجلة هي لهذه التجارة العالمية. فمن هذا المنطلق هناك تحديات كبيرة تواجهنا، من الركود المتوقع نتيجة التضخم اللي حصل وزيادة سعر الفائدة عالميا، وهذا تحدي كبير أمامنا. تعاش لا يأتي إلا بالتعاون بين جميع المنتجين والمستهلكين للطاقة، وهذا دور ريادي نقوم فيه إحنا الكويت مع أخواننا في قطر في تلبية الطلب على الطاقة حول العالم.